اجتمع العميد ركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي مع الفريق أول طيار السير ستيوارت بيتش رئيس هيئة أركان الجيش البريطاني في العاصمة البريطانية لندن. وخلال الاجتماع أثنى سمو قائد الحرس الملكي على عمق العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين والتي لها جذور تاريخية متينة، مشيدا سموه بالتعاون القائم بين البلدين الصديقين في كافة المجالات ومنها ما يتعلق بتبادل الخبرات والتعاون في المجال العسكري.